للمزيد حول الصراع على المناصب في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة في ظل دعوات للمقاطعة الشعبية من ثوار تشرين، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بك دكتور حامد. يعني في البداية، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المنتظرة، يتصاعد الصراع الانتخابي برأيك، مع وجود السلاح بيد جل الكتل النيابية، هل يمكن أن يتعدى الصراع المسرح السياسي إلى مسارح أخرى ميدانية مثلا؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. أهلا. الحقيقة هذه الانتخابات ستكون أسوأ بكثير وأشد وطأة على الشعب العراقي سلبيا، ثم يأتي ردة الفعل الشعبية بطريقة معاكسة تماما. نعم. إن كانت في 2018 عزوف زاد عن 80%، يعني أقل من 18% المشاركة كانت حسب الإحصاءات اللي موجودة بتضارب الأرقام، لكن الآن الحقيقة هناك يعني مد شعبي واضح ومنظم، يعني أكثر تنظيما مما كان عليه في 2018، وأكثر إصرار، بدليل أنه أشار تقريركم أن هناك حملة سموها الشباب حملة صرخة للعراقيين من أجل التغيير، أو صرخة عراقيين. نعم. للتغيير، هذه وحدة، زائد أنه هنا أخرى سائرة بجهود حثيثة إعلامية وتحضيرية للعصيان المدني في كل الأحوال، إن جرت الانتخابات أو لم تجرى، الهدف منها إسقاط هذا النظام الفاسد الذي جاء بإرادة خارجية إيرانية وأمريكية. لذلك أنا أقول لك السلاح الحقيقة سوف يشهر فيما بين الميليشيات أولا للتهديد، لكنه الشعب العراقي سيكون في منأى عن كل الصراعات. نعم. الميليشياوية الخارج بأوامر خارجية، طبعا هي كلها الحاضنة الأساسية الآن للانتخابات، يعني الانتخابات. نعم. بالمناسبة راح تجمع كل الطبقة السياسية الفاسدة بأحزابها، الميليشيات التابعة لها، عصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد ومكاتبها الاقتصادية. نعم. يعني كل الآن العوامل اللي اشتغلت عليها هذه الأحزاب خلال 18 سنة سوف تنزل إلى ساحة معارك، وليست كرنفال مثل ما يسموه كرنفال انتخابي وطني ديمقراطي. نعم. أو غيرها، لا، هذه العملية انتخابات ميليشياوية راح تكون بامتياز. دكتور حامد، يعني استمرار استخدام المال السياسي في الدعاية الانتخابية مع مشاركة الميليشيات، هل يجبر العراقيين على المشاركة بها خوفا من إرهاب الميليشيات مثلا لهم؟ طبعا هو هذا التهديد نسبيا ما راح، يعني حقيقة كان مؤثر بشكل واضح، لكنه بعد ثورة تشرين المباركة في 2019 اللي هي جت نتيجة تداعيات انتخابات 2018 وفشلها والترقيعات اللي جرت بعد الانتخابات ومعرفة تماما حقائق الأمور بالتزوير وسرقة الأصوات والعزوف اللي قلت ذكرت أنه أكثر من 80%، يعني جت ردة الفعل الشباب والشعب العراقي بقيام ثورة، انتفاضة تشرين الأول، وتحولت إلى ثورة شعبية حقيقة. هذا طبعا الوضع الآن مختلف، يعني الآن هناك يعني نسميها قلعة الثوار موجودة الحقيقة حصينة، وهناك جمر تحت الرماد يتقد لحين لساعة الحقيقة عندما تحل، سوف نجد الشباب ينزل إلى الشارع وثم يطيح بكل هذه الطبقة السياسية الفاسدة إذا كانت شاركت أو لم تشارك بالانتخابات. دكتور حامد، على الرغم من هذا المال السياسي غير المحدود وكما تعلم الذي ينفق من قبل المرشحين من أجل الانتخابات، مفوضية الانتخابات تقول إن 240 ألف بطاقة بيومترية غير مستلمة في ذي قار على وجه التحديد، ألا يؤشر ذلك على عزوف العراقيين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة مثلا؟ طبعا ذي قار تتمتع بميزة خاصة الحقيقة، أنا يعني المعلومات يعني طازجة مثل ما يقولون المحدثة جديدا عن ذي قار، ذي قار لا توجد فيها أصلا سباق انتخابي، يعني العزوف واضح جدا أكثر من المحافظات الأخرى، رغم أنه المحافظات يعني في بغداد وغيرها في مناطق عديدة هناك عزوف، لكنه في الناصرية في ذي قار البطلة الحقيقة العزوف والمعارضة الشديدة
للعملية الانتخابية والعملية السياسية برمتها واضحة. نعم. لذلك أعتقد لا توجد أيضا لا توجد مكاتب انتخابية لهذه الأحزاب بعد ما أحرقت مكاتبهم، يعني طبعا نتيجة منافسة شديدة بينهم الميليشيات وبعض المكاتب الاقتصادية والأحزاب الفاسدة، تم جلائهم من 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 الناصرية من ذي قار البطلة. نعم، يعني أنت ترى بأن العزوف عن الانتخابات أو عن المشاركة بالانتخابات لا يزال قائما وفي اتساع. بحسب مجموعة الأزمات الدولية دكتور حامد، فإن التظاهرات يمكن أن تتجدد في أي وقت بسبب استمرار المظالم، وهذا ما جئت على ذكره حضرتك في بداية هذه المداخلة كذلك. الآن السؤال، ومع إصرار شركاء العملية السياسية على سياسة تدوير نفس الوجوه عبر الانتخابات المقبلة، برأيك هل يمكن أن تندلع مثلا موجة جديدة من ثورة تشرين؟ هل يمكن أن نشهدها على الأرض؟ إن شاء الله. إحنا نقول هذه بجهود الشباب وإصرارهم وإصرار الشعب العراقي. إرادة الشعب العراقي لا تقهر حقيقة، وهذا هو اللي ثبت بمرور الوقت. إحنا لا يعني مثل ما يقول تأخذنا الفترة هذه على أساس أنه هناك خمود أو هدوء بالساحات. طبعا الخيم والساحات الاحتجاج لا تؤشر إلى ثورة. الثورة متقدة في نفوس العراقيين في أي لحظة، وخصوصا إذا كان هناك سبب، والسبب واضح الآن. هناك الحقيقة ليس واحد من الأسباب، وهناك سببان في العملية. السبب الأول هو يعني الذكرى الثانية لثورة أكتوبر، لثورة تشرين المباركة على الأبواب. هناك استعدادات لإحيائها شعبيا. أيضا قضية الانتخابات وقضية العصيان المدني وقضية نضوج الثورة، نضوجها الآن الدرس والتجربة اللي تعلموها الشباب بأنه هناك أساليب حديثة محدثة، ليست أساليب تقليدية في مجابهة النظام وميليشياته والعوامل الخارجية بالإطاحة بالعملية السياسية. يعني هناك إصرار عند الشباب أنه الثورة يجب أن تستكمل أهدافها كاملة إن شاء الله. إلى السؤال الأخير الآن دكتور حامد، يعني بعد اعتراف باقر جبر سولاغ مؤخرا بأن لجنة كتابة الدستور تلقت رشاوى لتمرير الدستور، ومن المؤكد أنك تابعت مثل هذه المعلومات، وكذلك بعد المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن تمرير الدستور عبر رشاوى، السؤال هنا هل بقي للانتخابات البرلمانية المقبلة والعملية السياسية بشكل كلي، هل بقي لها أي مشروعية في العراق؟ بالتأكيد لا. يعني الدستور هم خرقوه في أكثر من مناسبة. يعني التقرير وحضرتك أشرت إلى قضية أنه مشاركة الميليشيات في الانتخابات، هذا يتعارض مع نص الدستور المادة 9 جيم، تمنع منع بعد ترشيح أي عسكري والقيام أي عسكري بتحشيد لمرشح آخر. يعني عملية المشاركة الجيش النظامي نقول لا يسمح بها. فكيف إذا كانت هناك ميليشيات وعصابات جريمة منظمة ويعني فصائل مسلحة؟ بالتأكيد ممنوعة من المشاركة، في حين أن نجد الآن هناك ميليشيات علناً بالعلن أعلنت مشاركتها بالانتخابات. هم طبعاً أيضاً الآن الدورة هذه الحالية في البرلمان، ما هي الميليشيات مهيمنة، يعني زعماء الميليشيات هم رؤساء كتل برلمانية، هم يقودون المجلس النواب ويقودون الحكومة، هم يشكلون الحكومة، هم وزراءهم منهم. لذلك هذه العملية مغايرة للدستور أولا. أما قضية أنه يعني الدستور وإعلان تزويره، فهذه أيضا حقيقة معروفة منذ عهد بريمر. 139 مادة بالدستور الأصلي تم تزويرها. يعني هناك دستور مزيف، ليس الدستور الحقيقي الذي تم الاتفاق عليه. طبعا هذا حتى يمرر دفعة ورشاوة على كل المشاركين، وهي طبعا حقيقة كشفها. يعني كان يكون يعني شر الغسيل حشاك القذر من قبل هذه. وصلت الفكرة، ورافض لهم. لذلك هذه العملية لن تكون ولم تعد جديدة حقيقة، لكن سيكشف أكثر بالمستقبل القريب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا عبر سكايب.